تشاهدون هذا البرنامج برعاية خافيبس. مرحبا بكم مشاهدينا في حس الطيب معنا كيما موالف، وجددنا لكم دي بلا اللي ان شاء الله يعجبكم بيان سور مع الشاف رؤوف اللي ولفته. فوالا مساء الخير عليكم. مساء الخير هاجر. كيما عدناكم كاين دي بلا راهم فريمون ساهلين. اليوم راح نجيناكم افيك اون اونتري اللي هي سلطه استوائيه، راح نستعملوا فيها هنايا فريز، عندي هنايا ورق تاع شلاده، عندي اناناس، طوماط سيريز، عندي مايس وجلبانه، هذوما نستعملوها. هذه فوالا هذه لا هذه اكزوتيك باسكو كاين لي فريز، كاين الاناناس، كاين شويه الفري فيها حتعجبك. وعندنا ثاني كوم سويت روستي او بولي، يعني روستي هذا سي كوا، عندي هنايا البطاطا تاعي راني رابيتها نقولوا عندي ثلاث حبات بطاطا هنايا، عندي فارينا، حليب تاع خبره، بيرسيل، ثوم وحبه بيض. عندي ثاني هذه بور لي روسي، يعني الروسي الحين دوك تشوفوا الحين جوج غول كيما الخبيزه تاع بطاطا هادو ابار. اي بور لا صوص تاعها اللي هي ا باز دو بولي، شامبينيون، كريم كريم ليكيد و حبه بصل، هادو ما بور لا سويت تاعنا. اي بور لو ديسير هاجر اللي هو طارت او بوم، يعني هاد لا طارت تاع هاجر بريفيري تاعها اللي قالت لي عليها ديرها، انا درناها اليوم. راح نستعملوا فيها سكر غلاس، فارينا، صفار البيض، زبده الراعي، عندي حبه بيض، زوج حبات تفاح راني قطعتهم بهذا الشكل، وعندي زبده هنايا وماي زينه. فوالا صحه، روحوا شوفوا الاطباق نتاع اليوم كاع واش عندنا ونعاود نرجع لكم. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد، ودركا رايحين نبداو الطبخ معاكم. هاد المره رايحين نبداو بالديسير كيما قال رؤوف، نبداو بالديسير تاعنا اللي هو طارتوبوم. طارتوبوم راح نستعملوا فيها هاد الخطره حنايا، ماشي اون بات بريزي، ماشي اون بات فويت، راح نديروا بات سكري. بات سكري تاعنا هنا واش نسحقوا فيها؟ عندنا 150 غرام تاع لافارين، عندنا 100 غرام تاع سكر غلاس، وعندنا هنايا 100 غرام تاع زبده الراعي، وعندنا ثاني حبه بيض. Et pour compote de pommes ديالنا اللي راح نستعملوها في الديسير تاعنا اللي هي عندنا حبيبة تاع التفاح، نقولوا عندي ربع حبة تفاح كبار هنايا راني قطعتهم بهذا الشكل هاجر، عندي صفار البيض، عندي زبدة الراعي، وعندي هنايا مايزينا والماء. فوالا صحة. كيفاش رايحين نديروا الديسير؟ نبداو دوكا بالعجينة تاعنا هاجر، عندنا 150 غرام. جات خدمتي تسمى خدمتك. فوالا عندنا الفارينة ياك؟ عندنا لافارين. شحال عندنا؟ عندنا 150 غرام تاع لافارين. اوكي. وعندنا هنايا 100 غرام تاع سكر غلاس. نزيدوا له واحد تاع صفار البيض. واحد تاع صفار البيض. وعندي هنايا 100 غرام تاع زبدة الراعي، الزبدة ما لازمش تكون كما يقول لك يابسه بزاف، لازم تكون طريه، حنا نحوها من الفريغو نقولوا اون دوميور قبل ما نبداو لو ديسير تاعنا. فوالا هذه هي بوغ لا كما يقول لكم لا بات سكري تاعنا. سي بون هاجر، وي عندك شويه ما باش نمرقوا بها بلوتو باش تحكم لنا العجينه. نديرها دركا ولا حتى؟ لا ماشي دركا، غير سي بون. فوالا دوكا لاباط تاعنا تاع لو ديسير راهي واجده، حنا نجوزو لا كريم ديالها، يعني لو ديسير هذا تحبوا تستعملوا كريم باتيسير ولا تحبوا ديروا بتيت كومبوت رابيد. حنا واش راح نديروا فيها؟ عندنا زبده الراعي نحطوها الدوب، دركا التفاح ياك؟ ها؟ توجد تفاح؟ نزيدو شويه ماء فيها. ما ديرش فيه السكر؟ حبوا زيد حبوا، حنا السكر راح نديروهم بعدا في لو ميكسر.
دوك نوريك كيفاش. نحطوا دوكا لي مورسو تاع التفاح ديالنا. فوالا يتكاراميليزا. ثاني برك مغرفه تاع حطب. صح. فوالا. هنا لا تاخت ابار العجينه اللي بوتيتر كاين الناس اللي تجيهم شويه صعيبه. صافا. باش ما تجيهمش ثقيله بزاف انا كونسيهم يديروا لاباط سكري. لاباط سكري راح تكون رقيقه وراح تكون اون باط سكري ماشي شحال تكون فويتي ولا ماشي ثقيله. وكما قلت لكم تحبوا بور لا فاس تحبوا ديروا لا كريم باتيسير ولا التفاح تاعنا هذا اللي عندنا اللي راهو هنايا حنا ندوبوه مليح باش تخرج اون بيغي هكذايا جوست مع الماء وزبده الراعي فيها. ومن بعد هاجر حنا واش نديروا عندنا كاين واحد العبصه فيها لو ديسير تاعنا هذايا على فان نحكموا دي بتيت قولوا التفاح تاعنا يكون شباب حنا واش نديروا نقطعوه باش نديروه من الفوق كي نحطوه او فور. فوالا حنا في الفور لازم يريح بوندون 20 مينوت ا 180 درجه يكون ديجا شاعل. فوالا قسم يتحمر لنا التفاح تاعنا ودو بريفيرونس طيبوا لا بات تاعكم وحدها باش طيب لهله. فوالا دونك هاجر ثاني يولي طرا ياك. فوالا حتى يطرا التفاح تاعنا. السكر قلت حتى لهم بعد باش نزيدوه. حنا السكر حنا واش نديرو عندنا لا مايزينا دوك حنا نفهموكم باش نربحو وقت وتجيكم سهله ومفهومه. حنا واش راني حين نديرو التفاح تاعنا راهو يتقلى مليح لازم يدبل بيان. ومن بعد واش نديرو له نحكمو ان غوبو كيما هكذا. هاجر سمحي لي هاجر روبو كيما هكذايا. حنا واش راني حين نديرو فيه نحطو لي بوم تاوعنا فيه ياك واش كاين هنا التفاح والزبده وشويه ما فيها مع لا مايزينا وحبه بيض يعني باش يخرج لنا اون كومبوت داكور. فوالا يعني السكر انا ما حبيتش ديجا ندير بزاف السكر فيها حبيت لو ديسير يكون ليجيرمون ما يكونش حلو بزاف. فوالا ما يكونش حلو بزاف. ندير البيض هنايا. ها ديري حبه بيض تاعك. فوالا زيدي ديري لا مايزينا باش تعقد. نزيدو التفاح. نزيدو التفاح خلاه يدبل بيان يتكاراميليزا بيان. فوالا كيما راهو حنا لا كاسرول ما ديباراسيوها حين نستعملوها هاجر لو ليكيد تاعنا اللي حيكون داخل حين نعاودو نردوه فوق النار ولتماك وين نزيدو له سمحي لي نزيدو له ملعقتين نشعلو مازال غوبو ما تخافش. حنا واش نديرو نعاودو نقول لكم المقله الكاسرونه تاعنا ما لازمش ديباراسيوها راح نخلوها ديك لو ميلونج تاعنا يتخلط نعاودو نردوها فوق النار افيك دو كويغ تاع سوكر غو فيها باش تزيد كيما يقولك تطلق بلوس دو غو فيها سكر غو مليح بزاف بوغ ان ديسير. اي بي فوالا هذا ما كان راهي سهله ماهلا سي بون قدرت شعل غوبو يلا اياك. فوالا دوك هاجر بعد ما سي بون راهو وجد حنا ومن بعد اللي رايحين نديروه هاجر فوق لا كاسرول تاعنا اسما ما يتطحنش بزاف التفاح. لا يتطحنش بزاف جوج باش راح نديروه اون كومبوت انتما كوين ابخي لي نزيدو له زوج مغارف تاع نور لهم برك كيفاش. فوالا لازم يتكاراميليزا بيان. فوالا ومن بعد لاباط نتاعنا نعجنوها. لاباط تاعنا نعاودو نعجنوها نديروها دون زامبول ندخلوها في الفور طيب. ومن بعد كي توجد لنا لي بوم تاعنا هادوما لي بوم فيرت فوالا تحبوا ديروهم هكذا وتحبوا تزيدوا الكراميليزيهم اكثر واكثر مع السكر. يعني استعملت هاد لا ميثود هذه اللي ما درتش فيها السكر مع الاول يعني درت غير زبده وتفاح فيها. فوالا اوكي روحوا شوفوا مال المقادير نتاع الديسير نتاعنا ونعاود نرجع لكم. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا وراح نواصلوا الطبخ معاكم. دركا راح نوجدوا رؤوف عندنا اللي هو روستي او بولي. حنا واش راح نستعملوا فيها هنا هاجر عندي هنا صدر تاع الدجاج عندي هنايا
هذه هاجر بور لا كريم راح نستعملوا فيها صدر تاع الدجاج نستعملوا فيها الشامبينيون و كريم ليكيد فوالا هذه بور لا كريم اي بور لو كروسي بور روسي تاعنا عندنا هنايا حبيبات تاع بطاطا راني رابيتها عندي فارينا الثوم عندي حبه بيض معدنوس وحليب تاع الغبره فوالا يلا دوك احنا واش نديرو هاجر نحكمو البولي تاعنا راك ديجا شاوي البولي فوالا راني شويت لو بولي تاعي نقطعوه اون كوب فوالا بطاطا راهي نيه برك مرابيه ياك ها اه راهي طيب ماهيش طايبه دوك هاجر دير لي زيت زيتون والشامبينيون فيها يتقلاو بور لا كريم تاعنا فوالا هاد لا ريسيت راهي بزاف سهله فوالا اون بون ايدي سورتو اللي ما عندهمش بزاف الوقت خصنا نجيب برك توم توم نديرو كاع ولا غير شويه لا لا ديرو شامبينيون هاجر اه توم قولو سي لا لا شامبينيون خصنا دقيقه برك هاجر يلا فوالا نحطو الشامبينيون تاعنا يتقلى هني جاي نديرو له الملح والفلفل الكحل فوالا ملح وفلفل الكحل فوالا واش نزيدو دركا كي جايب تاعنا تقلبنا لي غول دركا دوك واش نزيدو شاف اه واش نزيد اه هنايا حبست انا حبست نزيد لاكريم اي والله دوك نزيدو لاكريم بعد ما الشامبينو تاعنا راه فوالا راه يتسوطا صافا نزيدها سي بون خلاص نحيد دوك هاجر خلاص سي بون كملت المهمه تاعي كملت المهمه تاعك حنا دوك نزيدو على النار باش ما تغلبناش بلوتو باش ما تغلبكش هاجر ايه هذيك هي فوالا انا لي شامبينيون تاعنا المقله لازم تكون سخونه يكونوا صوتي هنايا واش نديرو هاجر نديرو البولي فوالا لي مورسو تاع الدجاج ديالنا في المقله دوكا فوالا البطاطا هذيك كيفاش طيبوها البطاطا هذه دوك نوريك كيفاش نطيبوها دوك هاجر بعد ما حطينا هذوك طيب شويه نحكمو عطيني برك ان بول كبير 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 ها آه. هذا الاخر فوالا هذوك البطاطا هذه ديجا انا درتها بصح درتها شغل دي بوليت هكذاك مرابيه بصح تجي حنا راح نديروها فوالا راح نبلاطيوها شويه لا بوم دو تيغ تاعنا جي ايه جي مدوره برك شويه نبلاطي اي والله دونك حنا ماشي دي بوليت اوكي هذا كي تعرفي لا ريسيت هو كي زعما شغل نديرو انا والله بكر على بالي راح ندير لها هكذاك لا فارم خلاص يلا دوك حنا نحطوا السنينات تاع الثوم نديرو معدنوس فوالا نديرو شويه تاع حليب تاع الغبره نقولوا مغرفه صغيره عندي هنايا ثلث مغارف تاع فارين الريحه راهي بدات تجي هايله اه مليحه عندي ثلث مغارف تاع لافارين حبه بيض فوالا باش تحكم روحها و لا بوم دو تيغ تاعنا كي حنايا نرابيوها راح يخرج الماء ديالها حنا الحين نعصروها بيان باش تكون ناشفه فوالا فوالا دابا عطيني ملح وفلفل كحل هاجر تبدل عليا فلفل كحل سي بون فلفل كحل سي بون سي بون ملح فوالا دوكا هاجر وجدي لي برك اسيط اوكي فوالا هادو ما حين نحمرهم سوغ اون بوال داكور هنا حين نحمرهم في مقله لي روسي تاعنا دوكا واش نديرو نوريكم وحده يلا فوالا
نحكموه شويه برك. حنا الحين بلاطيوها غير هكذايا باش جينا ندورها كما راكم تشوفوا، ونديروها سوغ اون اسيت باش تحكم روحها. هذا نخلوه مازال فوق النار زعما ما نطفوش عليه. سي بون هذا نطفي عليه. سي بون دوكا شوفي لي مقله صغيره هاجر من تحتها. هذاك ندلو على النار نديرها هنايا وخلاص. ديري فيها شويه زيت زيت زيتون ولا زيت عادي؟ زيت زيتون ولا زيت عادي؟ زيت زيتون. اوكي سمحي لي هاجر، زيدي زيدي بيان النار ماشي زيت زيتون. هذا سي بون سي بون هاي مليحه. دوكا حنايا نوريكم اون ميثود كي نديرو بها. دوكا رايح تقليها البطاطا هذه. انا رايح نقليها البطاطا تاعي وي. بصح الزيت ما درناش بزاف. ما لازمش بزاف زيت وي. غير شويه. باش تحمر من لي دو كوتي. فوالا. دوك لازم الزيت تاعنا لازم تكون سخونه. بون كيما قلت لكم لاكخيم تاعي فيها. واش فيها هاجر؟ لاكخيم فيها فلفل كحل، فيها الملح، فيها شامبينيون. بدت لك بالعكس. هاي دروش هاي تدروش فات. شامبينيون عندنا لاكخيم ليكيد. عندنا هذه هي درنا فيها الدجاج. الدجاج كاع ما شتاش. فوالا عندنا الدجاج ديجا رانا طيبناه حمرناه، وعندنا تانيت كريم ليكيد و شامبينيون ملح فلفل كحل تاع هاجر. فوالا فوالا دونك حنا هاجر اوب ديك وحده كيفاش نديروها باش تحكم روحها. سي ما تبغيش الزيت بزاف. ما لازمش ديرو لها بزاف كيما البطاطا اللي مول فين نقلوها. حنا نديروها هكذا بعقلها تتحمر من لي دو كوتي. فوالا سورتو اللي يحبوا لي فريت وكلش عندهم اون اوتر ميثود. هنايا ما تفتحش هذه من بعدها نورمال. نو ما تفتحش باسكو فيها البيض راهو حاكمها وفيها ثاني شويه لو ليون بودغ ثاني ولا فاين عندهم لعبوا ان رول فيها. يعني ماهيش حد تفتح بزاف، واحد تكون جولي دوفور فيها. يعني البلا تاعنا راه واجد هاجر صح. فوالا حنا نستناو دوكا نحمروهم من لي دو كوتي اي بي فوالا نرجعوا مع لا كريم. نو نحبوا نديروهم وحدهم ولا كريم معاها ولا نحطوهم مع لا كريم. اوكي مالا نروح نشوفوا المقادير نعاود نرجع لكم. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد، ودركا راح نوجدوا معكم لا سالاد نتاعنا ياك رؤوف. فوالا لا سالاد تاعنا اللي هي سالاد اكزوتيك. حنا راح نستعملوا فيها هجر هادو ما سيغتو. بون لا سالاد هذه اللي يحبوا اون سالاد فريمون هيلثي اللي فيها لي فروي و تو فيهاش بزاف فيها تبان هايله لا سالاد هذه. فوالا كومبليكي فيها لي فروي فيها. حنا واش راح نستعملوا فيها؟ عندنا ورق تاع شلاضه، عندي فخز، اناناس، طوماط سيريز، عندي جلبانه و المايس. فوالا هادو ما راح نديرهم بولا سالاد. وتسحق ان بول. نسحق ان بول بيان سور. فوالا تحبوا ميم ديروا لها فخوماج ريجيم معاها. فوالا على فان سي ميو. دوك حنا واش نديروا؟ هذه دير معها زيت زيتون؟ لا لا. لا فينيكغات ما ديرلهاش. حنا مع الاخر نديروا لها فروماج بلوتو فخوماج فخي ولا نديروا لها ياورت ناتور فيها. فوالا. صح نشوفوا هاد لا سالاد. حطوا لي فخاز تاعنا. طبعاً بهذا الشكل. كاش ما نعاونك ولا سي بون تفريها؟ لا دوك تشوفي لا سالاد هذه راهي ما فيهاش حاجه كبيره، ماهيش حين نعاونو بزاف. عندنا لي فروي لي فخيز، الاناناس. فخيز، الاناناس، طوماط سيريز. شنو لي فروي نقدروا نديروهم ثاني؟ معاي سالاد
نقدروا نديروا لورانج، نقدروا نديروا التفاح، نقدروا نديروا الكيوي. التفاح صح فوالا جي مليح. ميم ثاني زبيب عندنا سورتو ميم اذا درنا سالاد اللي فيها فرماج يكونوا بيان مع لي فخويت سورتو بالك لي غيزان. نقولوا التفاح بلوتو العنب الخضر هذاك مليح بزاف مع مع الفرماج. فوالا عندنا لاناناس تاعنا نقطعه بهذا الشكل. فوالا نديرو له لي طوماط سيريز. طوماط سيريز فيها لي دائما خدمنا بهم بزاف لي طوماط سيريز هذا تالمو راهو في بغيهم. نزيد جلبانانا ولا مازال؟ نزيد جلبانة؟ نزيد شوية جلبانة فيها. اوكي جلبان ماشي كاع ياك؟ شوية برك جلبانة مايس. لي كولور شوف حكي لي على لي كولور شوف كيفاش راه هذا ديجا لا سالاد غير تشوفها تشهد. عندنا هنا لا ليتشو هادية خلوها هكذا قلت لي ما نديرو فيها. انا بالي بلي جات كبيزه لا سالاد هادي. لا راهي راني مشهيه نذوق الكو كيفاش راح يخرج. اسمع ما نديرولهاش اون فينيغريت غير هكذاك. ولا سالاد هادي كيفاش؟ سالاد فيرت لا سالاد فيرت كيفاش؟ لا سالاد فيرت لا سالاد فيرت نديروها على فان وهنا كمل نديرو فيها ياورت ناتور على فان هنايا معاها باش نخلطوها تجي مليحه. حنا نخلوها تبرد تريح فوالا نزيدو لها ياورت ناتور بلا صلاة تاعنا فوالا. اوكي مالا نروحو نشوفو المقادير تاع السلطة نتاعنا ونعاود نرجع لكم. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد ولي بلان تاعنا راهم وجدوا. يعاود رؤوف يفكرنا واش كان عندنا في حلقه اليوم وبيان سور انا نذوق ونشوفوا الكو كيفاش جا تاع لي بلان تاعنا. نعاود نذكركم واش عندنا اليوم. عندنا كومونتري سالاد اكزوتيك رانا درناها اون فيرين وكاين كوم سويت روستي او بولي على كريم وعندنا لو ديسير هذا اللي راهو طاق او بوماجر ان شاء الله يعجبك. ان شاء الله ديسير خرج لك هاي الديسير نشوف الديكور وكلشي. شوفوا لونتري تاعنا عطيك صحة مليحة الله يسلمك. راح نشوفو لو سويفون لا سويت لا لا ليا روستي او بولي. انت رحتي ديريكت للجو. يعطيك الصحة. هذا هاي نزيد هاي ولا نديرو على خاطرك ونزيدو نذوقو البطاطا هاي. درت لها الحرور من ورايا هادي بالعاني عجبتك علاش قلت لي قدوقيها عطيك الصحه هاي هي جيرمون كروسيونت. حنا رانا كيما يقول لك رانا قريناها في الزيت تاعنا حتى تدورا بيان من برا ومن الداخل بيان سور. يعطيك الصحه جات اون توكا جات هايله. شوفوا الديسير او لا بات تمتم وي هادي سي لا بات سيكري تاعها اللي مليحه في الديسير هايله يعطيك الصحة فريمون. لا بات فريمون جاتنا طرية طرية بزاف غير مسيتها برك بلا بلا فورشيت تمتم تم لا كومبوت هذيك تاع التفاح تاعنا كي ريحيناها ايتو لا كريم ثاني شوفوا ما كثرتلهاش بزاف دونك ما جاتناش ثاني حلوة بزاف. انا نقول لكم سيوها فريمون الديسير هذا جا هايل ان توكا كاع لي بلا نتاعنا. وبيان سور خلونا ارائكم واقتراحاتكم على لاباج فيسبوك نتاعنا. تهلا في روحكم نشوفكم في العدد المقبل ان شاء الله بسلامه. هذا البرنامج برعاية خافيبس.